أما أسقف مدينة إنجمينة إدمو جرينغار أشار في خطابه إلى أهمية الوحدة الوطنية والوفاق الوطني وضرورة الحفاظ عليهما. إن التعايش السلمي يعني بسط المحبة والإخاء، وأن يقبل الواحد منا الآخر، وكذا احترام الأديان. وما هذا الكم الهائل من الحضور هنا إلا دليل واضح على الرغبة الصريحة بالعيش معا في محبة وأمن وأمان. إن السلام والحفاظ عليه وتوطيد أصوله وترسيقه في العقول يحتاج لمبادرات جدية. حين تمكنوا من هذا علينا بالشباب، فهم جيل الغد وسوائد التنمية. لذا يجب علينا تجاوز تلك العقبات التي تقود شبابنا إما إلى الانحراف والتخريب، إما إلى الهجرة خارج البلاد، فيلقون ما يلقون من أناء الطريق ومشقته وعذاب أديمي الضمير مخالفي القانون. ولتجاوز كل هذا يجب علينا تهيئة الجو للحفاظ على شبابنا، كي لا يضيء بين أحلام الصبا وغدر الزمن، وندعو الرب أن يعم بلادنا بالخير والمحبة والعيش بسلام. أما الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ عبد الدايم عبد الله قدم وصايا للمواطنين بشكل عام وللشباب بوجه خاص. إنه من دواء الفرح والسرور أن نجتمع في هذا اليوم بشرائعنا المختلفة حول قائدنا، أي قائد سفينتنا وحامي راية التعايش السلمي فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو حفظه الله. أيها الحفل الكريم، إن الإسلام دين السلام والرحمة والمحبة، ورسولنا هو رسول الرحمة والسلام. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تحيتنا فيما بيننا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كلمة السلام معناها الأمان من كل مكروه، والسلام اسم من أسماء الله تعالى. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التسامح فيما بين الأديان، وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود والنصارى وكذلك الخلفاء الراشدون في البلاد التي فتحوها في العراق وأرض الشام واليمن وغيرها. إن الإسلام عامل الإنسان معاملة كريمة، وقد سبق في ذلك القوانين والمنظمات الدولية التي تدعو الاحترام الإنسان وكرامته، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التسامح وكرامة الإنسان وإعطاء الحقوق يتطلب منا أمرين: الاعتراف بالتعددية الدينية، عدم اللجوء إلى العدوان والحرب لحل المشكلات، فإن ذلك يولد الأحقاد والعدوان ويؤقت نظام العلاقات العامة ويمهد إشاعة الظلم والقسوة والتصرفات غير اللائقة. رسالتنا إلى الشباب: يجب علينا أن نربي أولادنا من الطفولة تربية دينية حتى يعرفوا حق الله وحق الوالدين وحق الناس وحق الحاكم وحب الوطن وحب المواطنين وحب الوطن من الإيمان، وأن نبتعد ونبعد أولادنا من الأفكار المنحرفة والمبادئ الضالة. يجب على الأسرة متابعة أولادها في تربيتهم وحركاتهم وحثهم على العلم والمعرفة، ونربيهم على تحمل المسؤولية في المستقبل، لأننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونرجو من الجميع التعاون في بناء هذا الوطن الحبيب تشاد بلد تماي، هذه النعمة التي نعيشها، هذه النعمة التي نعيشها أيها الحفل الكريم، جاءت بجهود جبارة بذلها رئيس الجمهورية والرجل المخلص، والمخلصون هو معه من أبناء الوطن من سياسيين وعسكريين ودينيين والعلماء والمثقفين. ونحن نرجو من شبابنا أن يستعدوا لتحمل المسؤولية المستقبلية، لأن البلد أمانة استلمناها من الآباء والأجداد ونورثها لهم. من جانبه، منسق تحالف الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد باتين كالجي نادى بضرورة الوحدة والتعايش الديني السلمي بين الأفراد بمختلف دياناتهم.
يجب علينا أن نستغل مثل هذه المناسبات لندعو الرب أن يغفر خطايا المذنبين وأن يساعد بلادنا على الخروج من هذه الأزمة العصيبة، وأن ينمي مواردنا الطبيعية ويعطي قائدنا القدرة على الرسوي بنا إلى بر الأمان بعيدا عن ضنك الحياة ومآسيها. إن للسلام طعم لا يقدر بثمن، إذ أنه بغير السلام لن تكون هناك تنمية ولا رؤى موحدة ولا خطى ثابتة. والوقوف الجدي الحثيث جنبا إلى جنب هو المغزى من هذه المناسبة، لأنها جاءت نتيجة لتوافق ومحبة وإخلاص، ويجب علينا المحافظة على ثباتها.